السلام عليكم، كنتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم سوليسيون بالنسبه للتسجيل في كليه الطب والصيدله بمدينه الدار البيضاء. قبل ما نبدا هذا الفيديو، بالنسبه للطلبه والطالبات اللي انتيريسي بالبريباراسيون ديال الكونكور ديال الفارماسي، دايرين دابا واحد العرض بثمن رمزي، ثمن جد جد مناسب. فهاد العرض غنخدموا معكم لي كونكور من 2017 لدابا، غنبريباريو معكم بالنسبه لكليه الطب والصيدله في الرباط، كليه الطب والصيدله في كازا، وكليه الطب والصيدله في فاس. وغنحاولوا ايضا نخدموا معكم حتى على حساب الكونكور ديال كليه الطب والصيدله ديال مدينه مراكش اللي يلا عاد خرج جديد. هاد العام راه واحد العام اللي اكسيبسيونيل، حيت خارج 100 مقعد، واول مره نوصل لهذا العدد. يعني في كلية الطب والصيدلة بيان سور الكونكور ديالهم كيطلبوا تقريبا ما بين 30 حتى ل 50. العام اللي فات طلبوا تقريبا 70، وهذا العام طلبوا 100، وهذا العام غادي يكون السوي طايح بزاف. دونك ما تضيعوش هذا العام، الله يرضي عليكم، هذه فرصه مزيانه، حاولوا تستغلوها، والله ييسر لكم يا ربي والله يوفقكم. بالنسبه للسوليسيون ديال مدينه الدار البيضاء فهي سهله، غادي تيليشارجي واحد لافيشي غادي نخليها عليكم. هاديك لافيشي غتعمروها بستيلو، ما غاديش تيكاليزيوها ما حتى شي حاجه. غديو فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالكم، لي غولفي طنوطي تكونوا فوتوكوبي ويكونوا ايكاليزي من اس ا حتى الاس 4، الباك ديالكم، ومن الاحسن اذا كان باقي عندكم الغولفي طنوط ديال الباك حتى هو ديروا ليه فوتوكوبي وتيكاليزيوه في المقاطعه وديوه في حد الدوسي. الدوسي غديروا هادشي كامل غتجمعوه في حد الدوسي سو فورم شوميز، وغديروها في اونفلوب، اونفلوب كبير ما تحتاجوا لا تامبر لا حتى شي حاجه. وغديوها لكلية الطب والصيدلة اللي كاينة في مدينة كازا، وبالضبط في عبد المؤمن.